لك في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى باقي الآيات. لا. في نعرف أن ترك الصلاة كفر. فهل ممكن الآباء أو الأبناء أو الإخوان تركين صلاة؟ هل نعتبرهم ممن يحادون الله ورسوله؟ وهل مطلوب منا ألا نودهم إذا كنا مؤمنين بالله؟ الآية كيف تقول؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. معلش، يجب أن نقف عند قوله تعالى: يحادون الله ورسوله. ماذا نفهم منها؟ مفهومي أنا صحيح، أنا بعبث مع الشيخ، أنا محاسب، أنا رجل مالي، يعني مفهومي وضع نفسه في حد ووضع رسول الله سبحانه وتعالى في حد آخر، إن كان بإعلانه الكفر أو باجتياب المعاصي، في أمور كثيرة جدا يعني. لا بس في عنا ولي بقى بدي لفت نظر لشيء. أنت ما دام بتقول أنا محاسب، معناها بتعرفني أنك لست عالما على الأقل بعلم التفسير، صحيح هيك تعني؟ نعم صحيح. حينئذ أقرأ تفسير معليه. نعم فضل. حينئذ ينبغي أن يعلم كل منا، كما أنه لا يجوز للعالم بالفقه أو الحديث أو التفسير أن يعتدي على صنعة الدكتور تيسير وهو طبابي، لأنه أنا جاهل بالطب، فأنا استمد منه المعرفة التي خصه الله بها، فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من أهل العلم. إن كان محدثا فما بيجي بفتات عليه وبيقول هذا حديث صحيح ومو صحيح وضعيف إلى آخره، لأنه هذا ليس من اختصاصه. كما أنه أنا مسؤول أن أسأل أهل العلم، فهو أيضا مسؤول أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسروا القرآن بما يبدو لكل واحد منهم، وإنما كما قال تعالى: فاسأل بي خبيرا، أو الآية الأولى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معليش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا، بس أقول ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكونوا رأيا في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. فهنا الذين يحادون الله ورسوله والمقصود بهم المشركون، فلا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أنه تارك صلاة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. مكلف. لا أنا أقصد معك أي تارك الصلاة، أنا بقول اللي بتقصده أنت، الولد ما قصد ولد صغير. أنت ذكرتني الآن بحديث، والشيء بالشيء يذكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أركبني، يعني بده دابة تحمله أمامه سفر. قال للمختص بالإركاب: أركبه يا فلان ولد الناقة. قال: يا رسول الله وهل يحملني ولد الناقة؟ قال له: وهل الناقة إلا ولد الناقة. فكلمة ولد باللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ، ولا معليش معليش يمكن أنا غلب علي الفقه الحديث في هذا، فأنا قلت الولد يعني ولد الابن ولو كان مكلفا، وإنما المقصود هنا